وانا صغير يعني في ثالثه ابتدائي كده بالظبط، انا كنت بحب ابله منى جدا. ابله منى دي كانت مدرسه الرسم بتاعتي، وساعتها بقى ما كناش بنقوله ميس ومش ميس، لا كانت ابله، بس انا ما كنتش بحبها حب عادي كده، لا انا كنت بحبها حب شديد الغيره، وكنت بستنى حصتها كل يوم، ولما كنت بشوفها بقى مثلا واقفه مع مدرس تاني ولا بتاع كنت بزعل، مش زعل عادي لا زعل ازاي دي بتخوني وبتاع. في يوم شفتها واقفه مع مدرس العربي بيتكلموا عادي، يعني انا اليوم ده والله ما نمت فيه، يعني طول الليل قاعد بس عمال افكر كانت بتقول له ايه، كانت بتخوني ازاي. المهم جه يوم يعني ابله منى اخدت فيه اجازه عارضه، ويوم في التاني في التالت قلت لا ده كده ما بديهاش بقى، يعني انا لازم اخد خطوه ايجابيه، لازم اروح اجيب ابويا مثلا واروح اتقدم لها واتجوزها ونخلف عيال وابقى اب وابني يبقى اكبر مني ما شاء الله. ودخلت على ابويا وقلت له انا عايزك في موضوع مهم. قال لي خير؟ قلت له يعني ابويا يعني انا يعني عايز اكمل نص ديني. قال لي ليه وانت كملت النص الاولاني ولا حاجه ولا ما تخلص يا بلد عايز ايه؟ قلت له عايز اخطب ابله منى. بص لي بصه كده وقال لي يعني اشمعنى ابله منى دي؟ قلت له بتحبني؟ وانت ما رضاكش يعني حاجه اللي انا اخلق بواحده بتحبي مش اخلاقي دي. قال لي بتحبك ازاي يعني يا كريم؟ قلت له بتديني نجمه و10 من 10، وقبل كده ناديتني قالت لي خد يا كريم يا حبيبي وانت نجمك وبسكوت، يبقى هي كده بتحبني ولا ما بتحبنيش؟ قال لي لا مش بتحبك ولا دي البت واقعه دي بتموت البنايه دي زمان البت بتنهار. وراح منادى على امي قال لها تعالي يا ستي اسمعي ابنك عايز يتجوز الابله بتاعته. امي دخلت بنظره اللي هي كريمه مختار دي عارفينها اللي هو ماله رمضان ما الواد اتحب برضه. فرحت قوي بام انا بقى ساعتها ورحت قايل له بس خلي بالك ابويا يعني هي اجازه اسبوع ما بتجيش المدرسه يعني، فاحنا كده ايه هروح لهم البيت عشان نخطبها من هناك. رحت ظرفه ايه حته تحديد كده قلت له انا في ثالثه ابتدائي خلي بالك ودي شهاده خلي بالك ودخل على سنه رابعه بقى واخد علوم وانجليزي ومواد غريبه كده، فما يرضكش ان ابنك يبقى مشتت ومستقبله وديع يعني وسقط. وانا كنت مصدق نفسي جامد على فكره الفتره دي. قال لي لا ده المستقبل كله في سنه ثالثه ابتدائي دي، انت عارف انت لو في سنه ثانيه والله ما اخطب لك ابدا لو وقفت على دماغك يعني، بس هي الابله دي يعني اخد اجازه ليه؟ قلت له اجازه زي ما اي حد من بني ادمين بياخد اجازه يعني حاجه كده تقريبا اسمها اجازه وضع باين يعني. انا كنت مفكر بقى ساعتها ان اجازه الوضع دي حاجه كده زي اجازه راس السنه مثلا. ابويا قال لي طب يا ابني يعني استنى يعني استنى الست تولد ان شاء الله وتقوم بالسلامه وانا هاخدك وراها اخطب لك من جوزها ان شاء الله. ما صحش يا ابني يعني نروح نخطب الست وهي بتولد يعني هتلاقيها مش فاضيه دلوقتي. واتصدمت صدمه عمر انا بقى ساعتها يعني ابله منى بتخني؟ لا ده كمان مش بتخني عادي كده ولا لا انا راح اتخلف من واحد غيري؟ طب واحلامي وطموحاتي اروح اعمل ايه؟ انا راح اموت نفسي انا دلوقتي ولا اعمل ده؟ انا كنت ناوي ابقى اب. انا كنت بقعد مع نفسي ساعتها يعني واتخيل ان انا باخد مصروفي من ابويا واديه لابني يعني عشان ينزل يبرش على نفسه يجيب اللي نفسه فيه يعني ما يحرموش من حاجه يعني. فاكتئبت بقى ساعتها وبقيت اطلع غلي كله في المذاكره يعني واجيب شعري كله على جنب كده واسمع اغاني حزينه واقف زرار القميص لغايه فوق كده. يعني نهايه قصه حب معفنه قوي. وخدت عهد على نفسي ان انا خلاص مش هحب اي مدرسه رسم تاني عشان دول خاينين يعني، وهتجي بقى لقبله الانجليزي عشان دي مش خاينه اكيد. بس الحمد لله ركزت ساعتها في المذاكره يعني وعدت على خير الحمد لله من غير فضايح.